بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله مساءكم بكل خير وحياكم الله في علم ويبينار. موضوعنا اليوم متعلق بأبحاث السوق وأهميتها في الأزمات. ضيفنا الأستاذ وليد السلمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DRC، شركة متخصصة بأبحاث السوق وتحليل البيانات، و يعطينا إن شاء الله مقدمة بسيطة حول أبحاث السوق في الدقائق القادمة. تفضل يا أستاذ وليد. شكرا لك، يعطيك العافية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، وشكرا لويبينار علم والاستضافة الرائعة. بداية، اسمي وليد سليمان، هذا تصحيح سريع. المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة DRC، متخصصين في الماركت ريسيرش والديتا أو تحليل البيانات. موضوع أبحاث السوق عادة يعني من المجالات اللي مهضومة، صراحة مهضوم حقها يعني في المنطقة، وخاصة من أبناء البلد. فبالتالي أحرص كثيرا على مشاركة المحتوى عام تعريفي عن أبحاث السوق أو البحوث التسويقية وتجربتها في على أرض الواقع، وتظهر أهميتها بأوقات الأزمات الاقتصادية وغيرها، لأنها مرتبطة بسلوكيات الأفراد والمنشآت، وكيف يتم الحصول على أكبر قدر من البيانات والتنبؤ التوقعات وغيرها من الحلول التي تصب في مصلحة الجميع كمجتمع وكقطاع أعمال وقطاع حكومي وقطاع ثالث كذلك. المحاور الأساسية للقاء اليوم مقدمة بسيطة عن الوضع الحالي من وجهة نظر يعني شخصية تميل إلى أبحاث السوق. المحور الثاني تعريف عن أبحاث السوق أو الأبحاث التسويق، الهدف من إجراء البحث التسويقي، كيف تؤثر الأبحاث التسويقية على نجاح المنشآت، صناعة الأبحاث التسويقية حول العالم، من يقوم بالأبحاث التسويقية، أنواع الأبحاث، ما هي مراحل البحث التسويقي وقصص نجاح. هذه تقريبا بتكون المحاور الأساسية. حاولت قدر الإمكان أن يكون محتوى عام سهل يناسب جميع الفئات، وربط هذا الموضوع يعني بالأزمة الحالية. في المقدمة سوف أتكلم بداية عن الأزمة الحالية في الأسواق والقطاعات المتضررة. قد يكون أقرب يعني وأسهل شرح للموضوع أن توجد 4 مستويات للقطاعات، قطاعات الأعمال، خلنا نقول في يمكن العالم كله. يعني في قطاعات الأزمة تعتبر بالنسبة لهم فرصة للنمو، ونشوف هذا مثلا في قطاع اللوجستي وغيره، وفيه مستوى من القطاعات يكون نمو طفيف ثم أو نمو جيد ثم تعود بعد الأزمة للوضع الطبيعي، ثم المستوى الثالث نشاهد قطاعات تضررت بشكل نسبي ثم بعد الأزمة بإذن الله سوف تعود، وقطاعات أخرى تضررت بشكل كبير وقد يستمر هذا الضرر يعني لفترة أطول، وكل في قطاعه ينظر للأمور من هذا المحور لأنها لا تخرج عن هذه 4 مستويات أساسية. في الأزمة الحالية كما نشاهد يعني ونسمع ونشوف، البنك الدولي أعلن وقال أن الآن في عندنا ركود اقتصادي عالمي، في دول متضررة بشكل كبير ودول أقل ضررا. منطقتنا بحمد الله يعني كان فيها تركيز على جانب يعني الإنسان وعلى جانب الاقتصاد ودعم القطاعات، وهذا نشاهده في القرارات اللي ما شاء الله يمكن كل أسبوع فيها حزمة دعم يعني لقطاع الأعمال لضمان أن الدورة الاقتصادية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستمر على يعني على 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 أفضل وجه في الوضع الحالي وملائم للوضع الحالي، وضمان أن مسيرة
العمل تستمر ولا يتأثر فيها أفراد المجتمع بفقد وظائفهم أو شيء من هذا القبيل. هذا تقريبا عن موضوع الأزمة في الوقت الحالي. فبالتالي يكون لها تأثير، وهي النقطة الثانية، على إما تسرب للعملاء أو كذلك يعني بيكون في تغيير في السلوك الاستهلاكي للمستهلكين، يعني سواء كقطاعات وطرق عمل ونماذج عمل أو من ناحية الأفراد. يمكن لاحظنا يعني خلال الفترة العمل عن بعد مثلا، اكتشفنا، أعتقد يعني الكثير يتفق معي، أن في عادات كثيرة يعني كنا نمارسها من 40-50 سنة اكتشفنا في الوقت الحالي أن احنا ما نحتاجها وليست ذات أهمية في ظل وجود التقنيات الحديثة مثلا وسبل الاتصال وتغييرات في بعض سلوكيات المستهلكين. فبالتالي اكتشفنا أن بعض العادات فعلا ليست ذات أهمية، والمتوقع حتى بعد نهاية الأزمة أن يكون فيه يعني يستمر الوضع يعني في بعض العادات على ما هي عليه في وقت الحظر أو وقت العمل عن بعد. هذا من جانب الأفراد في حياتنا العملية وحياتنا حتى يعني عاداتنا في العمل وعادات في الحياة. على جانب السياسات والإجراءات، نجد أيضا في وقت الأزمات والوقت الحالي مثلا يعني وقضية العمل عن بعد وكذا غيرت من بعض السياسات. فبالتالي شاهدنا مثلا قرارات جديدة في سياسات وزارة التعليم في اعتماد الشهادات مثلا. سابقا كان مثلا يشترط لمعادلة الشهادات أن يكون في العمل يعني أو الدراسة تكون بنسبة أكثر من 75% حضوري، بينما في القرار الجديد الآن يبدو أن في عدة أو يتم النظر إلى عدة منهجيات في طرق التعلم من ضمنها العمل التعلم أو الدراسة عن بعد. فهذا أصبح عندنا تغيير في سلوكيات وسياسات سواء الأفراد أو المنشآت. ولذلك أصحاب الأعمال والمهتمين في هذا الجانب بيعرف كيف يخطط للمستقبل أو لما يعني إن صح التعبير نقول لما بعد أزمة كورونا، ويستغل هذه الفترة يعني في الإعداد لها. نكتشف أيضا يعني في موضوع مثلا السياسات اللي هي الثغرات في نماذج العمل، ويكتشف بعض أصحاب الأعمال وبعض القطاعات عند ثغرات في نماذج العمل بطريقة عمله الحالية. فبالتالي ولو أخذنا مثال على طرق اللي نمارسها مثلا في الوضع الطبيعي في منطقتنا هنا في مواضيع البحوث التسويقية، لأول مرة صراحة خلال 12 سنة السابقة واللي أعمل فيها في التوب مانجمنت يعني في إدارة شركات الماركت ريسيرش سواء عالمية أو المحلية، أول مرة جهة حكومية تطلب دراسة بحثية وتشترط فيها الأونلاين الميثودولوجي اللي تكون أونلاين وليس النزول الميداني مقابلات وجها لوجه. وهذه حقيقة لازم نعترف فيها أن الدول المتقدمة سبقتنا في هذا الجانب باستخدام التقنية، ليس من ناحية الأمور التقنية والنضوج في المؤسسات إن صح التعبير التجارية أو قطاع الأعمال، بس حتى في الأفراد يعني أفراد المجتمع مدى تقبلهم ونضجهم لاستخدام الأساليب والإجابة ومشاركة البيانات على الأونلاين مثلا. لذلك اكسرسايز يعني يمكن بسيط سوينا قبل فترة، كيف أن 90% من إيرادات أبحاث شركات البحوث التسويقية وشركات البيانات 90% من إيراداتها في أمريكا وأوروبا هي تأتي عن طريق الأونلاين سيرفيز والبيانات السجلية، و10% فقط من الفيس تو فيس أو المكالمات الهاتفية، بينما في منطقتنا المنطقة الشرق الأوسط بالعموم يعني العكس 90% للفيس تو فيس وتليفون، ويمكن أقل من 10% للأونلاين سيرفيز أو الريجستر ديتا، ولو أنه كان فيه تطور كبير ونمو كبير في هذا القطاع، أنا أقصد في البيانات السجلية. وهذه من الأمور التي أيضا تعطي مؤشر لأصحاب الأعمال كيف يعمل بطريقة مختلفة سواء من القطاعات الحكومية أو
القطاعات التجارية. كذلك في توجهات الأسواق سنجد أيضا منتجات قد يعني يتخلى عنها المستهلكين فيما بعد أزمة كورونا، لأنهم اكتشفوا خلال الأزمة أنهم يحتاجونها. وأضرب مثال، يعني في 2015 لما الدولة ألغت بدلات الموظفين القطاع الحكومي، صار في تغيير كبير في سلوك المستهلكين الشرائي، خاصة في أمور الكماليات. فتفاجأ بعض يعني شركات الأغذية والFMCG بشكل عام، منتجات أصبح المجتمع السعودي لا يرغب بشرائها، وتقفلت هذه المنتجات. وحتى لما رجعوا البدلات، لا زال المجتمع صار عنده فيه وعي وتغيير كبير في سلوكه الشرائي، وأيضا ما رجع لهذه المنتجات التي أصبحت بنظره يعني ليست مهمة وليست أساسية. فنتوقع أيضا بعد الأزمة وجود تغيير في سلوك المستهلك الشرائي، فبالتالي يحرص قطاع الأعمال وكل القطاعات صراحة، القطاعات الحكومية أو الخاصة أو حتى القطاع الثالث، لدراسة أساسا التغييرات الحاصلة بعد الأزمة. وفي عدة خيارات بنتكلم عليها إن شاء الله في المحتوى القادم. في النظرة الثانية هي كون يعني في الركود الاقتصادي الحالي، يعني سيكون العالم أكثر مرونة. والعالم أنا أتكلم فيه بالقطاعات الثلاث، الحكومي والخاص والقطاع الثالث، سيكون العالم فيه أكثر مرونة. العالم بيكون ينظر للنتيجة أولا، العالم بيكون فيه ينظر كيف يحصل على قيمة مقابل المال. ما راح يهم البروسيس والرحلة العميل والتجربة العميل بقدر ما يهم النتيجة النهائية بالوقت المناسب. فأصبح العالم فيه أكثر مرونة. لذلك أيضا على أصحاب الأعمال أنهم ركزوا على طريقة أو نظرية 20-80، وهي كيف أحصل على 80% من النتيجة مقابل 20% من الجهد. وهذا بيغير نماذج عمل كثيرة، لأن متوقع أن الناس بيكون أو القطاعات كلها حول العالم بيكون تركيزها أكبر على هذه النظرية، وتكون اتخاذ القرارات بعد الأزمة مبنية على هذه النظرية فيما نتوقع. هذه كانت مقدمة عن الوضع الحالي من وجهة نظر ماركت ريسيرش سايد. الآن ما هو المقصود في أبحاث التسويق أو أبحاث السوق؟ طبعا الخلاف بين أبحاث السوق وبعضهم يسميها البحوث التسويقية هي باختلاف استخداماتها. في نظري أنا أعتقد أن أبحاث السوق أشمل من البحوث التسويقية، لأنها تشمل أيضا دراسات البي تو بي والماركت سايز والأمور المالية، وليس فقط المتعلقة البحوث المتعلقة بالتسويقية. ويرجع الخلاف في ذلك كيف أن الشركات البحوث التسويقية تعمل على البي تو بي وعلى البي تو سي، وتدمج ما بين الدراسات المالية ودراسات الجدوى مع الماركت ريسيرش. وهذا اللي الأفراد أو المتخصصين اللي ما يشتغلون في agencies أو وكالات أو شركات الأبحاث السوق يصير عنده وجهة نظر مختلفة. فالمقصود بأبحاث السوق أو البحوث التسويقية مجموعة عمليات كيف نحصل منها أو عن طريق على معلومات عن السوق أو المستهلكين بأسلوب علمي منظم. basically هو كيف أدرس المستهلك والسوق والمنتج والمنافس، لأن هذه العناصر الأساسية التي تؤثر على سير العملية التجارية. فبالتالي كيف أحصل على هذه البيانات لأبني عليها قرارات يعني دقيقة وذات فعالية عالية، يعني وكيف أحدد المشكلات والثغرات والفرص الخفية في أعين المنتجين أو المستهلكين، وكيف أقيم كذلك أداء المنافسين وأحدد رضا العملاء. هذه باختصار ما المقصود في بالأبحاث السوق أو البحوث التسويقية. ما الهدف من إجراء البحث التسويقي؟ عادة البحوث التسويقية يعني تهدف إلى يعني الاستفادة وترشيد من القرارات التسويقية، لأنها يعني بطبيعة الحال تحتوي على كثير من المخاطر، ومن الممكن بشكل كبير تفاديها ببحث تسويقي بسيط.
قرارات كثيرة يتم اتخاذها بناء على دراسات تسويقية، وهذه تعتبر حقيقة يعني أو فاكت. الناس تنظر للعائد الاستثماري أو الـ ROI وكيف أحصل على يعني عائد استثماري من أي دراسة بحثية أقوم بها. فبالتالي توجد حقيقة حول العالم يتم تداولها من سنوات أن العائد الاستثماري للبحوث التسويقية يصل إلى 200%، الآن يتكلمون على 300%. فبالتالي إذا عندك 100,000 صرفتها على بحث تسويقي لمنتج معين، تأكد تماماً أنها ستتضاعف إيراداتها بسبب أنك حددت الطريق الصحيح للعمل على هذا المنتج أو هذه الخدمة. كذلك توجد حقيقة أخرى أو فاكت، دراسة نشرتها يعني قبل سنتين غرفة التجاريات الشرقية، كيف أن 80% من أسباب فشل المنشآت الناشئة هو لعدم وجود حاجة لهذا المنتج. وهذا نواجهه كثير، كيف أن رائد الأعمال أو صاحب الخدمة أو المنتج حب الخدمة هذه وحب المنتج، ويعتقد هو ومن حوله أن هذا المنتج بيكسر الدنيا وأنه بيكون له نجاح كبير في السوق. فبالتالي يقع في مشكلة أن ما سوى concept test أو product test لاختبار هذا المنتج أو هذه الخدمة أو هذا الابليكيشن قبل الاستثمار فيه وإطلاقه، وبنشوف أمثلة على ذلك. لذلك اعتبرت فعلا حتى يمكن حول العالم، قريت أكثر من دراسة حول الموضوع، أن 80% من أكبر أسباب فشل الشركات الناشئة أو المنشآت الناشئة هو في أنه لا يوجد حاجة لهذا المنتج في السوق. تطرح المنتج ما حد بيشتري، من الناس ما تعتقد أن هناك حاجة لهذا المنتج. هذا فيما يخص بعض الأهداف من إجراء البحث البحوث التسويقية. كيف تؤثر الأبحاث التسويقية على نجاح المنشآت سواء في وقت الأزمات أو في غير وقت الأزمات؟ في الوضع الطبيعي وبدون أزمات يعتقد وينخدع بعض أصحاب الأعمال ورجال الأعمال بل ورواد الأعمال بل حتى بعض الجهات الحكومية أن الموضوع ماشي وما نحتاج دراسة، وأنا أدرب السوق وأنا أدرب منتجي وأنا أدرب عملائي. لكن الحقيقة تقول أن كثير من أصحاب الأعمال يتفاجأ بنتائج دراسة تختلف تماماً عن الذي كان يعتقده لسنوات. فبالتالي يعني ويجد أثر هذا الشيء في إيراداته لاحقاً أو التحسين الذي سيلاحظ لاحقاً. ولو أخذنا مثال على ذلك، توجد أيضاً حقيقة أخرى فاكت، كيف أن معدل الهدر الموجود في الميزانية التسويق للحملات التوعوية والإعلانية قد يصل إلى 30%. معدل الهدر في ميزانية التسويق للحملات الإعلانية والحملات التوعوية قد يصل إلى 30% للجهات أو المنشآت التي لا تقوم بدراسة أو تقييم للحملات التسويقية قبل إطلاقها أو قبل حتى تصميمها وبنائها. لذلك كثير منهم ومدراء التسويق والمتخصصين يقول أنا أدري أن في 20-30% مفقودة، ما يجيني عائد منها لأنها تتجه إما لفئة ليست مستهدفة أو تكون في أوقات ومواقع ليست لا يتواجد فيها الفئة المستهدفة. لذلك الواعي من المسؤولين في هذه المنشآت يعني يتأكد أنه لا تقوم ولا تطلق أي حملة إلا بدراسة الفئة المستهدفة ودراسة بما يسمى الميديا كونسبشن هابت أو عادات السلوك المستهلكين الإعلانية، وأن يتواجدون إيش الأوقات، إيش الأثر اللي صار ما قبل الحملة وبعد الحملة، وهذا اللي نسميه عادة pre and post campaign evaluation. قد يعتقد أو يقول قائل أن هذه أساساً عبء كبير على يعني ميزانيات التسويق وأن هذه خسارة وتوكل الله بس وابدأ أكيد يكون لها تأثير كبير. مع الأسف هذه معلومة جداً خاطئة، لأن فيه قصص نجاح صارت لمنشآت صغيرة ومتوسطة بل حتى جهات حكومية
أو شبه حكومية اشتغلت على دراسات تسويقية ما تكلفهم شيء بالنسبة لإيراداتهم. وهذه حقيقة أيضا دائما أتكلم فيها. في أشخاص سووا بحث تسويقي لمنتج هو بادي فيه كرائد أعمال ما كلفه ولا 20,000، لكن خلال فترة 3 إلى 5 شهور كان حفل احتفاله مثلا بالفور سيزن، وهذه يمكن من ضمن القصص اللي قصص النجاح اللي أذكرها اليوم يعني. فقد يكون فعلا في ناس تعتقد، وهذا مع الأسف يعني لقلة المتخصصين من أهل البلد في البحوث التسويقية. هذه فيما يخص تأثير الأبحاث التسويقية على نجاح المنشآت. في وقت الأزمات يعني تزود الحاجة لهذه الأبحاث، ويكون يعني هذه أيضا يعني حقيقة وتعتبر interesting يعني، ويكون الليدر في هذا المجال هي القطاعات الحكومية، خاصة في يعني السنوات الأخيرة في ظل وجود الرؤية والتحول، لضمان أن ما في ميزانية تصرف إلا لها عائد. فبالتالي نشاهد الآن في وقت الأزمة الناس تقول والله أن فيها يعني تأخير مثلاً أو ضبابية في الموضوع، والناس تخاف مثلاً خاصة المنشآت وكذا، بينما الجهات الحكومية تتسابق في دراسة الوضع الحالي وإيش التغييرات اللي صارت في المستهلكين، إيش التغييرات اللي صارت حول العالم، إيش الإيكونوميك إمباكت، إيش لأنها يعني كما يقال يعني اللي يشتغل على مشروع معين ما يقدر يحقق الـ KPIs أو مؤشرات الأداء ويصل لأهدافه ما لم يكن عنده دراسة. ويمثلون دائما اللي ما سوى دراسة بحثية ولا حل بياناته ولا استفاد من البيانات المتوفرة كمن يقود سيارة هو مغطي عيونه بسرعة جنونية، يقود سيارة بسرعة جنونية هو مغطي عيونه، لأن فعلا مو داري يعني إيش اللي صاير في السوق. وفي نماذج كثيرة يعني أخفقت فيها منشآت بسبب أنه ما عرف فعلا التغيير الحاصل على أرض الواقع، ويقيس الأمور على وجهة نظره مثلا كشخص مسؤول أو وجهة نظر من حوله، سواء يعني زملاء عمل أو أهل وأقارب وأصدقاء. فبالتالي توفير المعلومات يجنب الشركات الوقوع في أخطاء تسويقية مرتفعة التكاليف. وقد يكون بدون ذكر أسماء لاحظنا كثيرا حملات تسويقية يضخ فيها مبالغ طائلة تفشل بسبب عدم معرفتهم إما بسلوك المستهلك إما معرفته وعدم معرفتهم بثقافته وأهلهم مجرى، يعني من الأمور التي قد تخفى على الناس الذين قد يكون مهم متخصصين وليسوا من أهل البلد عارفين ثقافته. يعني أذكر أحد الدراسات، يعني كان لي حضور فيها يعني في الاجتماع، وأحد النتائج التي أطلقت كيف أن شركة الريسيرش هذه تكلمت أمام أعضاء مجلس إدارة الشركة الكبرى هذه اللي كانوا يعرضون لها، وقالوا لهم ترى احنا رحنا وجمعنا بيانات في الأماكن النائية في جنوب وشمال المملكة وفي الجبال، يعني في القرى يعني بين الجبال باستخدام الجمال. فافقعوا من الضحك يعني كل الموجودين، لأن شو قاعد تقول أنت، وش الجمال وش الجبال وين رايح؟ يعني هذا الكلام طبعا من 5 سنوات يعني. ف يعني وقيسوا عليها أمور كثيرة. أيضا أحد التقارير والنتائج وعرضت على المسؤولين في المنشأة يتكلمون أنه والله كحقيقة أو كإنسايت من ضمن الدراسة وكنتيجة للدراسة أنه والله 80% من رواد البقالات داخل الأحياء الصغيرة أو البقالات الصغيرة داخل الأحياء هم من النساء. طبعاً الموجودين كل واحد يلتفت الثاني، مو معقول الشيء، غير صحيح يعني هذه المقولة. لذلك توفر المعلومات ليس بالضرورة أن يكون هو النجاح بقدر ما أن يكون جودة البيانات هذه تكون صحيحة. النقطة الثانية هي كيف تحافظ البحوث التسويقية على قاعدة عملاء ثابتة قابلة للزيادة مع الوقت. من أهمية دراسة سلوك المستهلك، لأن في غالبا يتغير سواء بالأزمات أو يتغير حتى في تعاطيه مع الموضوع لأي ظرف مالي يمر فيه شخصي. وهذا الشيء نشاهده، يعني يطلع منتج مثلا في فترة بعدين يختفي. ليش؟
لأن أصحاب الشأن وأصحاب الخدمة أو المنتج ما استمروا بدراسة المؤثرات على سلوك المستهلك الشرائي للمنتج حقهم بطريقة علمية، أما أنهم ما حصلوا على بياناتها أو لا. فبالتالي كيف أحافظ على قاعدة العملاء الحالية ويكون فيها فرصة لزيادة القاعدة البيانات من العملاء ويزيد فيها الريفينيو؟ لن يحدث إلا بالحصول على دراسة متخصصة لمعرفة سلوكهم الشرائي وتفضيلاتهم مقارنة بالمنافسين، إيش مستوى الرضا للعملاء. وهذه أيضا مشاريع يعني مهمة جدا لاستمرارية الأعمال التجارية. كشف الثغرات والفرص المخفية، أنا والله يعني ومن يعمل بهذا المجال يعني وقد يكون حتى في الجانب الاستشاري يكون في عندهم حس التقييم الخدمة والمنتج، فبالتالي أي إشكالية يواجهها كعميل كزبون لأحد العلامات التجارية كخدمة أو منتج يتجه فورا للشخص المسؤول ويحاول يعطيه هذه المعلومة والإفادة، لأنها جهات ومنشآت وأفراد يدفعون عليها فلوس عشان يأخذ هذه المعلومة من الكستمر. لذلك يكون يعني عند يعني يصير فيه يعني تقييم للحالة وللخدمة، وعلى طول أشاركها مع صاحب الشأن لأنها فعلا قد تكون يعني مفيدة له في اتخاذ قرار يزيد من إنتاجية عمله ولا يزيد من ربحيته أو يزيد من إيراداته بابتكار فرص قد تكون مخفية لا تظهر إلا بأعين الزبون نفسه. صاحب العمل ومن يعمل بالعمل هو عادة متعود على الروتين اليومي من يوم بدأ المشروع أو من يوم سوى المنتج، وما يكتشف الثغرات والفرص إلا بأعين العملاء. وتفر كانت الميثودولوجيز أو طرق البحث اللي بتكون وبنتكلم عنها الآن، لكنها مهمة في إيصال المعلومة. لذلك البحث عن المعلومة جدا مهم مهما كان المصدر، أهم شيء تكون ذات جودة ومصداقية عالية. البحوث أيضا تساعد في معرفة توجهات السوق المستهدف، لذلك توجد منتجات يصير عليها طلب عالي فترة من فترات ما تلبث إلا وأن يخرج منتج منافس أن أفضل كتجربة واستخدام أو أنه أقل تكلفة، وتدريجيا يبدأ يفقد المنتج الأول عملاء كثير ويكون الفرصة فقط عند المنتج الثاني من الجهة الأخرى. فبالتالي دراسة الوضع السوق والتوجهات وأبرز التحديات والتطورات لهذه المنتجات والخدمات هو جدا مهم لتواكب التطور في هذه المنتجات. وقد نشاهد بعض المنتجات التي لن يكون لها استخدامات فيما بعد أزمة كورونا، لذلك كثير من الجوانب سوف يعاد يعني هيكلتها من جديد إن صح التعبير، لا من ناحية الأفراد ولا من ناحية أصحاب الأعمال بقطاعاتها المختلفة. فهم مدى فعالية الرسالة التسويقية اللي ذكرناها كمثال للبري أند بوست كامبين إيفالويشن، وهي ما يتعلق بتقييم ما قبل وما بعد الحملة، وهذه مهمة جدا لتفادي الهدر الذي يحدث في ميزانية التسويق والذي يصل إلى 30%. في صناعة الأبحاث التسويقية حول العالم، أنا أذكر هذه المعلومات أيضاً لتشجيع جميع الحضور للتعمق ولو بشيء بسيط في موضوع البحوث التسويقية. ليس بالضرورة أن كل بحث تسويقي يحتاج إلى شركة وميزانية وبلا بلا، بقدر ما أن الفهم العميق لعمليات وحلول البحوث التسويقية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة وحتى المسؤولين في كل القطاعات يعني سيقيم بإذن الله لتفادي كثير من أمور الجودة في البيانات، لاكتشاف الفرص الموجودة في السوق، لقراءة تقارير البحوث اللي تطلع أحياناً من يعني مصادر مضمونة والاستفادة منها بشكل أكبر. لذلك تطرقت لهذا الجانب، وهذا دائما صراحة أني تطرق لزيادة الوعي المجتمع بأفراده. إحنا ناس يعني أهل البلد نستخدم نفس المنتج ونفس الخدمات ونفس السوق ونتكلم نفس اللهجة وثقافتنا واحدة، مهم جدا نعرف شو اللي قاعد يصير حوالينا في صناعة البحوث التسويقية وكيف أن
يعني دول العالم متقدم يؤمنون بطريقة بموضوع الأبحاث والاستثمار فيها عالي، لأنها الإيرادات فيها مضاعفة، إيرادات الاستثمار فيها متضاعفة، ولأن الفائدة تنعكس على الدولة وعلى المجتمع وعلى الفرد وعلى العائلة وعلى المنظومات التجارية وقطاع الأعمال بكل قطاعاته. سوق الأبحاث في العالم 60 مليار دولار تقريبا، هذه تقريبا في 2018 يعني قديما، الآن يتكلمون بحدود 100 مليار. أمريكا هي تقريبا تملك الحصة الأكبر بحدود 45% من حجم السوق، تليها أوروبا بنسبة 35%، الشرق الأوسط وأفريقيا ما تزيد عن 5%، المملكة ترى الناس تتكلم على 1% 2%. بالوضع الحالي مع الرؤية والتحول زاد الوعي حول أهمية البحوث والاستفادة من البيانات. تصريح معالي وزير الاتصالات قبل فترة كيف أن سوق البيانات يعني في المملكة سيصل إلى 12 مليار دولار، لأن فعلا يعتبر يعني أرض خصبة للاستفادة من كل البيانات المتراكمة على مدى السنوات الماضية، والتي لا تعتبر كنز وبترول حسب ما يقال ما لم يتم استخدامها والاستفادة منها، وبداية قبلها أتمتتها وهيكلتها والتأكد من جودتها وتنظيفها قبل الخروج منها بحلول ومنتجات. وهنا المعلومة التي ذكرتها ليس بالضرورة أن كل بحث تسويقي تقوم فيه شركة متخصصة، بل قد يكون المنشأة نفسها تعمل بعض البحوث التسويقية بفريق عملها الموجودين، لكن بأهمية عمل البحث بطريقة علمية متقنة لضمان مخرجات يعني صحيحة وسليمة تؤدي إلى قرارات صحيحة وليس إلى قرارات خاطئة. فبالتالي أهمية المنهجيات وطرق البحث مهم الواحد يتعلمها، أهمية اختيار العينة وتصنيفات السيجمنتيشن مثلاً و الديموغرافي انفورميشن كيف أتأكد منها. وقد يكون البحث بسيط لا يعني بالضرورة استثمار عالي، بل يكفي أن يكون أفراد فريق العمل ممكن يتأكدون بطريقة بسيطة لا تعطيهم يعني التوجه الصحيح بنسبة 100% أو 90%، لكن أن تؤدي إلى نتيجة تصل إلى 60% هو بحد ذاته يعتبر استثمار ناجح، لأن بدل ما يروح يمين قد يكون يروح يسار أفضل. والطرف الثاني هم الشركات المتخصصة التي تقيم أداء المنشأة بأفرادها بعملائها بخططها التسويقية بدون ما يكون في تحيز، وهذه عادة يكون فيها استثمار أكبر. تكلمنا عن البحوث، لكن تحديدا إيش البحوث بشكل عام؟ بحوث التسويق هي تنقسم إلى قسمين أساسيين، أما بحوث أولية وهي التي تعنى بجمع البيانات، بيانات مين موجودة لكن المنشأة ترغب بهذا البيانات فتسعى أن تحرص على هذه البيانات بشكل دوري عند كل احتياج، أو حتى احتياطاً للتنبؤ أحياناً بمستقبل قادم أو مقارنة بمنتجات خارجية ونظرة الناس ولا خدمة ورضا العملاء رضا الموظفين، البراند إيفالويشن وغيرها قد تكون كذلك من الأشياء المهمة. وفيه البحوث من معلومات متوفرة لدى المنشأة، سواء بيانات مبيعات، بيانات لحركة ويعني رؤوس أموال، بيانات لدراسات سابقة، وتكون متوفرة كبيانات صالحة للاستخدام والتحليل والمراجعة. هذه أيضا واللي نسميها البيانات السجلية التي عادة تكون في لدى المنشأة، وهذا حصل فيه نمو جيد خلال الفترة الماضية، بل فيه أكثر من مرسوم ملكي يدعم جهات حكومية أن تشارك البيانات هذه بينها يعني، ويطلعون لتوحيد البيانات هذه والاستفادة منها كذلك في يعني ابتكار منتجات وحلول تساهم في نجاح المنشأة أو زيادة إيرادات أو خلق إيرادات إن صح التعبير. ومن باب أولى منشآت القطاع الخاص في وقت الأزمات كذلك أنهم يركزون على هذا الجانب. الكثير من الجهات هو يعتقد أن ما دام في إيرادات وفي أرباح
الحمد لله ما يحتاج يروح أحوس بالبيانات أو ما عنده وعي أو ما حصل له فرصة أن يجي لها مستشار ناصح في هذا الجانب. لكن كثير من قطاع التجزئة for example يعني، وهذه قصص كثيرة يعني شفناها يعني في واقع عملنا، أن سلسلة مطاعم مثلا في وقت الأزمات المفروض يتأكد أكثر أي الفرع اللي قاعد يجيب لي ربح وش الفرع اللي قاعد يجيب لي خسارة عشان أسيب منه وسكنه، بدل ما يكون القرار بقرار فردي وبناء على إحساس ويعني خبرة قد تكون سطحية، لكن بقراءة البيانات الواحد يستفيد فعلا أي المنتجات أساسا اللي المفروض توقف كمنشأة عن تصنيعها أو بيعها للزبائن، وأي الفروع اللي والله قاعد تجيب لي خسارة أكثر من الربح، ليكون التركيز في الفترة القادمة على تقليل التكاليف بناء على نظرية 20-80. البحوث الأولية تحتها أكثر من قسم، أبحاث التجزئة، البحوث النوعية وهي التي تعتمد على الكيف وليس الكم، فبالتالي يكون فيه جلسات نقاش أو مقابلات معمقة مع أفراد، وعادة تكون أسئلة مفتوحة، بينما الأبحاث الكمية والتي تعتمد على عينة إحصائية وتكون عينة ممثلة ويكون فيها استبيان ويكون فيها عدد أيضا نسبة الخطأ فيها قليلة للحصول على إجابات دقيقة. وكذلك الزيارات أو الدراسات التي تعتمد على الزيارات والملاحظة، وهذه من الأمور التي يزيد الطلب عليها ويزيد الوعي حولها من القطاعات يعني كلها في وقت الأزمات. مهم جدا صراحة للأفراد أنهم يزيد من معرفته حول هذا الجانب، لأن إما أن تكون فرص توجد هناك فرص وظيفية للمجال، أو تكون أيضا فرص لأصحاب الأعمال لضمان نجاح أكبر خلال الفترة القادمة. وباختصار مراحل البحث التسويقي بشكل عام، بالبداية أحدد أهداف البحث، إيش اللي أبغى أنا أسويه بالضبط، إيش المشكلة اللي عندي، أحدد المشكلة أحللها وأعرف وين الخلل لكي أقوم بدراسته والبحث فيه. بعدها أصمم المنهجية، هل أفضل طريقة أني أسويه دراسة نوعية أو كمية، ولها عدة اعتبارات بحسب الموضوع وبحسب الهدف من الدراسة، وقد يكون الدراستين مع بعض. لذا بعدها أحدد أدوات الدراسة، هل بسويه عن طريق المقابلة وجها لوجه، هل بسويه عن طريق التليفون، هل بسويه عن طريق الأونلاين، هل بسويه عن طريق الفوكسينج جروب أو جلسات النقاش. كذلك بعدها أحدد العينة، إذا كانت الدراسة كمية ومهم جدا أنها تكون عينة ممثلة يعني يعمل عليها أشخاص يعني مصرحين أو متخصصين في الإحصاء. بعدها أكتب النتائج، بعدها حل البيانات، أجمع البيانات عن طريق المنهجية اللي اخترتها سابقا، بعدها أحلل هذه البيانات، وبعدها أكتب النتائج والتقارير والتوصيات. هذا بالإمكان يسويها فرد، بالإمكان يسويها ستارتوب بتكلفة بسيطة، بالإمكان يسويها منشأة بتكلفة عالية على حسب الدراسة والأهداف. وليس كل ما يشاع عن البحوث التسويقية أنها غالية وعالية، يس في مشاريع قيمتها ملايين، لكن في مشاريع قيمتها 10-20 ألف. آخر سلايد هذه في ما يخص قصص النجاح، فرد عنده اهتمام بالعطورات، يعتبر رائد أعمال، استثمارة بسيطة لقد حالة، راح اتفق مع مصانع في عطورات في فرنسا ودفع مبالغ لا بأس بها لاختيار عدة عطورات تقريبا ظهر 20-30 عطر لغرض تصنيعها وتوريدها للسعودية. فبالتالي بناء على نظرته حدد ومن حوله تقريبا من أهله وزملاء أن والله هذه 20-30 عطر هي التوب. ف يعني كان لها ظهر يعني توفق في شخص اقترح عليه وقال ليش ما تسوي تيست للبرودكت هذا كما هو معروف لدى شركات الريسيرج، وتجرب هذا الشيء وتتأكد فعلا أن الفئة المستهدفة يرغبون بهذه الروائح.
قبل لا تستثمر وتصنع وتجيب للسعودية. فبدأ في هذه الدراسة وصار في أكثر من مجموعة تركيز أو فوكسينج روبز لعدة فئات مستهدفة، وطلعوا بنتيجة أن كل 20 سيئة. فرجع بعد شهر ولهم عد التركيبة واختار عطلات ثانية، ورجع سوى التجربة قبل التصنيع، وصار فيه يعني 50% تقريبا من هذه العطلات مقبولة لدى العملاء. التجربة الثالثة صار بحدود 70-90% اللي اتفقوا عليها العملاء أنها ممتازة، وصنعها وجابها وباعها، وبعد فترة سوى حفل نجاح صراحة جدا ممتاز في الفور سيزن، ويعني كانت قصة نجاح جميلة جدا. كم كلفه؟ تقريبا بحدود 20,000. هل يقدر يسوي الحالة في ذلك الوقت؟ يقدر لو كان فعلا عنده يعني معرفة بأساسيات البحث، وهذه مهمة جدا، لأن لو يعني لا قدر الله لو أن بادي بالتصنيف الأول كان فعلا صار استثماره اللي دفعه في تصنيع هذه العطورات يعني ما لها عائد استثماري. النقطة الثانية هي في جهة حكومية لحملات توعوية مشهورة جدا، الشخص المسؤول حريص جدا أن يصل لأكبر فئة، أكبر قدر أو أكبر عدد من الفئة المستهدفة بالوقت الصحيح، وضمان أن ما فيه 1% هدر في ميزانية التسويق. هذا الكلام من 6 أو 8 سنوات تقريبا، وبدأ فعلا بهذا الشيء. حاليا يضرب بالفريق هذا المثل ويستدعون يعني لجهات أخرى لتطبيق نفس المنهجيات ونفس طريقة العمل والاستفادة من خبرتهم في ضمان أن طول الفترة السابقة 6-7 سنوات كان العائد الاستثماري لكل الميزانيات التسويق اللي يقوم فيها الحملات التسويقية الإعلانية والتوعوية كان 100% عائد استثماري عليها، وكان فيها فائدة وما كان فيها هدر. وهذا جدا مثال جدا يعني مهم لكل القطاعات اللي تعمل في هذا المجال، لما يكون في تقييم للحملة قبل أو بعد، فأنت تتأكد فعلا من سلوكيات المستهلكين في الميديا، تتأكد فعلا من قنوات التواصل وتواجدهم فيها، وهذا يعني يضمن أن يكون ما فيه أن ما يكون فيه هدر في ميزانية التسويق، لأن الأمور كلها ليست بالضرورة ربح وخسارة بقدر ما أن أستفيد من المبالغ هذه لمصاريف أخرى. من قصص النجاح كذلك في سلوك المستهلك والموظفين، كيف أن جهة من الجهات عدد أفراد موظفينها كبير جدا، وواجهوا بعد عدة قرارات يعني بعض الاستقالات، فكان أحد الحلول هذا جانب يخص البيانات، فكان أحد الحلول المقدمة كيف يقدم يعني الجهة اللي نفذت المشروع تقدم نماذج إحصائية تعتمد على بيانات سجلية لهذه المنشأة تخص الموظفين والHR، فيها بيانات الاستقالات، أسباب الاستقالات، الدورات، الإجازات، بلا بلا. وتم بناء نموذج متكامل يعطي المنشأة معرفة من هي أكثر الفئة أو ما هي الفئة أو ما هي أكثر الفئات أو المجموعات الموظفين المستهدفة اللي المفروض أركز عليهم مثلاً في مواضيع التدريب، لأنهم most likely لو فقد التدريب حيدور وظيفة. ومين المجموعة الثانية من ضمن الموظفين اللي لو نقص عليه ريال واحد ممكن يقدم استقالته، أو حصل عرض ثاني يعني مبلغ بسيط ممكن أنه most likely أنه يقدم استقالته. فبالتالي صار عند الHR وإدارة المنشأة الكبيرة هذه تحديد بالضبط إيش الباقات اللي المفروض أوجهها للموظفين. فالترنوفر حق الاستقالات خلال سنة وصل إلى مستويات متدنية جدا مقارنة بالسنة السابقة. فيما يخص الخصائص الديموغرافية والتفضيلات، وهذا أيضا جانب البيانات، خاصة في الأوقات الحالية قبل لا تستثمر في منشأة، قبل لا تستثمر بافتتاح فروع معينة، منتجات معينة، إلى الآن تصلني رسائل في وقت الأزمة يقول والله أنا عندي مبلغ وقدره هو أبي أفتح محلات كذا. يا أخي الوضع أساساً ما تدري أنت المستهلك، يعني أنت يعني البزنس قائم بعد الله على سلوك المستهلك الشرائي، كيف بتسوي هذا المشروع يعني وتأجل أو تفتتح هذه الفروع في ظل وجود الأزمة هذه؟ لما حد بيجيك يعني هذه basic things، يعني ما يبي لها لا دراسة
ولا تحليل، ما حد بيجيك، ما تدري إلى متى يعني موضوع هذا الحظر يعني. فبالتالي كان يعني من الاكسرسايز اللي أفراد ومنشآت المفروض يسوونها، إيش البيانات المتوفرة لو نتكلم عن مدينة الرياض، وكيف أحصلها من مصادر مفتوحة وأجمع مثلاً مصادر في جوجل، مصادر في هيئة الإحصاء، مصادر في يعني هيئة تطوير الرياض، وأطلع بفكرة أو معلومة تؤدي إلى قرار صائب، وأعرف بالضبط أين أبفتتح الفرع هذا اللي مثلاً صيدلية مثلاً. نشوف أحياناً بعض الطرقات يعني بحياة الرياض شارع فيه 20 صيدلية وفي شارع ما فيه ولا صيدلية. إذا لم يكن عندك بيانات تعتمد عليها، باي ذا واي هي مصادر مفتوحة ما راح تكلف شيء، هي تبي واحد بس عنده سكيلز الريسيرش وعارف البزنس، يعني فاهم البزنس أو عنده بزنس أندرستاندينج من الموضوع، يعرف بطبيعة الحال كيف أني أركز على الجهات هذه مثلاً أو الأحياء اللي يعني ما يتواجد فيها المحل اللي أنا بفتحه والنشاط اللي أنا بفتحه، بل لأنه وصل الموضوع أكثر من ذلك، كيف أن أدرس خصائص الديموغرافية مثلاً للأحياء، وهذه أيضاً توفرها بعض الجهات، وكذلك تفضيلات الناس مثلاً لقطاعات مختلفة. هذه صراحة يعني باختصار يعني ما يتعلق في الماركت ريسيرش ويعني الأزمات الحالية الموجودة. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، شكراً. أجدت وفات وقصص ملهمة حقيقة في النهاية. عندنا عدد كبير من الأسئلة، ويعني سننوع بين الأسئلة المكتوبة والمداخلات الصوتية. هنا سؤال متعلق بالنقطة الأخيرة اللي ذكرتها عن مصادر المعلومات، وأتوقع أن السؤال يشير إلى المصادر الثانوية للمعلومات، فإذا ممكن تدل الحضور على بعض المصادر اللي ممكن تساعدهم. جميل. كثير من الأشخاص خاصة يعني حتى المتخصصين يعني في بعض الدراسات يفوت عليه معلومة جدا رائعة، وهي أن هي العامة للإحصاء توفر بيانات صالحة للتحليل والاستخدام والاستفادة منها على أكسل شيت، ممكن الواحد يستفيد منها. مثال يعني كل بيانات الصادر والوارد بالكمية والوزن والمبلغ والدول اللي جت منها أو اللي راحت لها موجود على اكسل شيت مثلا، أخذها بعض المختصين وطلعوها على داشبورد، وكانت كأنها دراسة جدوى مختصرة للي يبي يدخل في مجال معين ويستثمر. تعال شوف اللي موجود وتستورد المملكة، بعضها يعني أشياء كثيرة ممكن أنك تسويها هنا وتصنعها هنا في السعودية بدل ما احنا نستوردها. فبالتالي هيئة الإحصاء عندهم، بل أن حتى البلاتفورم يعني والموقع اللي يعرض البيانات، لو ما وجدت البيانات وأرسلت لهم دايركت حيرجع لك أحد يرد عليك ويقول لك والله إما هذه البيانات موجودة أو هذا المكان اللي تحصل منه البيانات المتوفرة. فعلا هيئة الإحصاء خلال 4-5 سنوات الماضية تطورها يعني متسارع، وهذا الشيء جدا مهم يعني، بالإضافة إلى البيانات اللي تكون متواجدة على الأونلاين. وهنا سؤال أيضاً عن البيانات اللي تقدمها ممكن شركات صغيرة أو متوسطة أو جهات من القطاع الخاص اللي ممكن تتيح بياناتها للماركت ريسيرش. طبعاً الوعي يبدأ يعني مستمر، يعني تديرها الدولة ممثلة ببرنامج يسر التعاملات الإلكترونية ووزارة الاتصالات وإتاحة البيانات والبيانات المفتوحة وكذا. وهذا الشيء بدنا نشوفه حتى على الجهات الحكومية، يعني قبل 4 سنوات أحد الجهات الحكومية لما طلبنا بأن بيانات لصالح جهة حكومية أخرى بخطاب من هذه الجهة من الوزير، يرد يقول يلا أنا جايكم مع السواق 4 كراتين فيها بيانات. الآن الوضع تغير، صار لا يعطيك لينك في بيانات، فزاد الوعي عند الناس وصارت الناس يعني بالعكس تشارك البيانات. فالمفروض القطاع الخاص كذلك ينحو نفس الشيء. بالنسبة لقطاع أو شركات الأبحاث، مهما حصلت بيانات لعملائها هي بالنهاية يملكها العميل، وما تملك الصلاحية أنها تنشر بيانات العميل، لأن كل دراسات الأبحاث هي إظهار يعني ثغرات ونواقص قابلة للعلاج، أو أنها إبراز يعني
يعني فرص واعدة، وأيضا شركات لا ترغب بظهور هذه النوعين، لكن بيانات يعني توفرها خاصة الجهات الحكومية وهي بيانات جدا رائعة. تمام. طيب، لدينا مداخلة صوتية من الأستاذ أحمد سالم القرني. يبيك تعطل الميوت إذا بتسأل. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. أحمد سالم من وزارة التجارة. عندي سؤال عبارة عن فكرة مشروع طبي استهلاكي يعتبر بديل للفرشاة الأسنان، فهي فكرة عندي ما زالت فكرة، فكيف أبدأ دراسة السوق؟ يعني أنا أشعر أن هذا المنتج يكون بديل في أوقات معينة، الفرشاة مرتبطة بالبيت، لا أنا عندي منتج ثاني يكون في العمل، في الرحلات البر، في الزواجات، فكيف أبدأ دراسة السوق؟ يعني أشوف هل هو المنتج قابل للتنفيذ أو لا. السؤال الثاني، أنا يحصل لي شرف لو أكون أحصل على فرصة تدريب عندكم يا أستاذ وليد. شكرا. الله يحييك. بالنسبة للسؤال الأول، في مراحل البحث التسويقي اللي أنا عرضها السلايد هي هذه، كيف تبدأ بحث تسويقي بسيط. فبالتالي أنت عندك هدف، كيف تختبر هذا المنتج وتتأكد من صلاحيته لفئات مستهدفة معينة وفي أوقات معينة وأماكن معينة. بعدها أحدد أنا إيش المنهجية اللي بس. ولو نأخذ هذا مثال، ممكن يعني نصمم الدراسة من الآن. يعني أنت عندك منتج للفرشاة، فبالتالي غالبا هي موجهة لفئات مستهدفة. أنا ما أدري كيف طريقة عملها وكذا، لكن تحدد مين الفئة المستهدفة. هل هم ناس في الأطفال، أو أنهم في العشرينات، أو أنهم بالثلاثينات، أو أنهم فوق الأربعين؟ وهنا أنت أدرى بتحديد الفئة المستهدفة. بعدها تأخذ لك عينة بالنطاق اللي أنت ترغب أنك تستهدفه، فبالتالي تقول والله عندي فئتين، العشرين والثلاثين، أحدد مجموعة من العشرين ومجموعة الثلاثين، ويكون هذا المنتج إما فيزيائيا قدامهم، أو أنه فيه صور وطريقة استخدام، أو فيديو لطريقة استخدام يكون واضح مثلا، ويعرض عليهم للتجربة. إيش رأيكم بهذا المنتج؟ أنت لازم تسجل الملاحظات اللي تجيك من عندهم، وهذه تسمى الكونسبت تيست أو السنترال لوكيشن تيست. كيف تجمع مجموعة من الأشخاص فئات مستهدفة وتعرض عليهم منتج وتأخذ آرائهم immediately، وتتأكد أنه والله كيف تجربتك مع هذا، ويجرب فعليا. ابعد عن الـ 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 القريبين منك والأصدقاء والعائلة، لأنهم غالبا حيكون فيه بايز يعني، ويبون يشجعون المنتج ويلا وبالعكس فكرة وكذا. أنا أشوف ناس ما يعرفهم، ما راح يجاملك يعني يعطيك الفيدباك، فبالتالي يختبر هذا المنتج ويحدد ويقول لك رأيه بكل صراحة بدون تأثيرات. إذا هذا الشيء بيدفع عليه هذا المبلغ، ويكون عندك تصور عن المبلغ التقريبي بالنهاية، هل بيدفع عليه هذا الشيء ولا لا؟ أنت بعدها حتكون حاصل على معلومات، وعلى الأقل توجهات، أنه والله نسبة كبيرة بتقبل فيه وبتدفع المبلغ، ونسبة كبيرة لا والله ما راح تدفع. الله يعطيك العافية أستاذ. وبالنسبة للسؤال الثاني، ناحية التدريب عفواً، ناحية التدريب إحنا عادة لكل تقريباً فترة يعني نسوي إما يعني ورش عمل أو دورات مع فريق العمل اللي عندنا، أو يكون في تدريب داخل يعني عندنا في داخل المكتب، وهذا لنا عدد محدود لكل كوارتر أو كل سمستر إن صح التعبير، بحكم الأماكن يعني وكذا. فبالعكس لو ترسل على الإيميل الشركة العام انفو، يكون فيه داتابيس يعني احنا نحفظ فيها الأشخاص. جميل. عندنا عدد من الأسئلة أستاذ عن الدراسات السوقية السابقة للأزمة الحالية الاقتصادية وأزمة كورونا، هل تعتبر جميعها نتائجها أصبحت غير ذات أهمية في الفترة هذه، ومع التغير الهائل في الأوضاع أصبحت قيمتها أقل من قبل، أو أن ما زالت لها أثيرها؟ طبعاً الدراسات عادة في تغييرات سلوكيات وتغييرات نماذج الأعمال وتغييرات سير الأسواق تتغير بالفترات الزمنية، لكن ما أذكر هل في دراسات متعلقة في يعني قريباً يعني صارت يعني أقل من 10 سنوات على موضوع مثل سارس أو كورونا. أعتقد أنها قديمة يعني. ليست الدراسات على الأمراض هذه أو الأوبئة، الدراسات للكونسبت تيستينج، للتيستينج مثلا منتجات موجودة
مسبقا، يعني فالناس مثل ما ذكرت قبل أنه تغيرت ذائقتها بسبب أوضاع معينة، فالآن الأزمة تأثيرها كبير، فاحتمال أنه الدراسات السابقة ما مدى احتمال أن تتأثر نتائجها أو دقة نتائجها، أو هل هناك حاجة أن تعاد تنفيذ هذه الدراسات، ولأن نتائجها خاصة الدراسات الأولية لأن نتائجها أصبحت غير دقيقة؟ مو قد تكون بوقتها دقيقة، لكن في ظل الظروف والتغييرات اللي صايرة مهم جدا الواحد يتغير. أنا ضربت مثال عن موضوع إلغاء البدلات وإرجاعها، ترى كان بينهم أقل من 8 شهور، كان تغيير كبير صار في قبل القرار وما بعد القرار وإرجاع البدلات، تغيير كبير صار في سلوكيات الناس في الاستهلاك، فقطعا حتكون يعني متطلبة لدراسات على كل تغييرات تصير أو تحدث في المجتمع. جميل. فيه عدد من الأسئلة من رواد لهم شركات برأس مال متواضع، فما هي الميزانية المناسبة اللي يستطيعون تخصيصها لدراسات السوق؟ قد تكون دراسات السوق على حسب المنتج والخدمة اللي يرغبها، لكن ودائما نعطي استشارات، احنا مجانية ترى في هذا الجانب، يعني من ناحيتنا يعني في DRC وفريق العمل وحنا يعني خاصة رواد الأعمال، لكن الدراسة قد تبدأ بجهد أو تكلفة الشخص نفسه كرائد أعمال أنه يقضي فترة يدرس هذا الجانب ويتعلم بالبداية أساسيات البحث التسويقي، وبعدها ينفذ هذا الشيء بمساعدة فريق العمل اللي عنده أو أصحابه أو البارتنرز، وهذا تكلفته جدا محدودة، بإمكان أنه يكون مشروع يعني تكلفته 10,000 ريال إذا كان بيروح الجهة تقبل أن تسوي له مثل هذه المشاريع البسيطة، وتوقع هذا الوقت مناسب لأنه الكل يبي أي kind of revenue عشان يمشي عمره، فبالتالي كثير من سواء مستشارين فريلانسر ولا شركات تدعم رواد الأعمال السعوديين وغيرهم يعني اللي في السعودية بيسوي بمبلغ بسيط يعني. جميل. أنا ذكرت مثال حق موضوع العطورات، أعتقد ما كلفها 20,000 يعني على مدى 3 شهور يعني. طيب السوق، الدراسات السوق الصناعة نفسها، الكثير يسأل إنه كيف يدخل إلى هذا السوق وكيف ممكن يقدم هو بنفسه الأبحاث السوقية للشركات الصغيرة والمتوسطة. السوق في السعودية أو الماركت ريسيرش ايجنسيز، شركات الأبحاث السوق في السعودية صار لها يمكن 50 سنة، بعضها شركات عالمية. ال15 سنة الأولى أو ال20 سنة الأولى أول ما بدأوا كانوا عملائهم فقط هم شركات أجنبية عالمية مثل يونيليفر، بيبسي، كوكولا، نستلة وغيرها. بعدين دخلوا مرحلة جديدة، بدأت الشركات الكبرى المحلية والشركات المساهمة والبنوك بدأوا يستفيدون من شركات أبحاث السوق. بعدين جت موجة القطاع الحكومي واستفادته من البحوث التسويقية من 10 سنوات. تكلمنا على صناعة البحوث التسويقية وأن نسبة مشاركة الميدل إيست وأفريقيا مثلا الشرق الأوسط وأفريقيا في من يعني نسبتهم من السوق العالمي لأبحاث السوق ما تتعدى 5%، وفي السعودية تقريبا ما تصل إلى 2% أو أقل بعد، فمعناها وجود شركات بالعكس متاح جدا، خاصة لما تكون شركات محلية، لأن اللي موجود في السوق أساساً يعاني من عدم كفاءة وبيانات سيئة، لذلك هي عمل الإحصاء أصدرت نظام تصاريح ولايسن ورخص لعمل الشركات هذه في المجال الإحصائي والبحثي وللأفراد اللي يشتغلون فيها، لأن فعلاً طلعت دراسات من سنوات قديمة يعني على قولتهم فوتت منشآت بالحيط يعني، فبالتالي هالشيء متاح، في فرصة كبيرة بالعكس شيء يكون واحد فعلاً متخصص لضمان، ليس فقط لضمان الرخص اللي تطلبها الآن الجهات المعنية أو المشرعة مثل الهيئة العامة للإحصاء، بل حتى السوق بالعكس يعني على قولتهم لا زال السفينة فاضية يعني من الناس المتخصصين خاصة السعوديين. جميل. إذا ودك تختم يا أستاذ معنا دقيقة إن شاء الله قبل الختام. يعطيكم العافية جميعاً. أنا حريص جداً أو حرصت جداً في وأحرص دائماً في كل لقاء من هذا الجانب إنه يكون فيه يعني معلومات عن الأبحاث، ويمكن بعضهم من within DRC يعني تيم، خل ندخل بشيء عميق أكبر من هذا الشيء يعني، حتى كتكنيكال أقول إلى الآن يعني فعلاً المجتمع يحتاج
معرفة ب يعني تعريف عن البحوث التسويقية وفائدتها وزيادة الناس اللي يرغب بالعمل في البحوث التسويقية. هذه صراحة مهمة جدا خاصة في قطاع الأعمال، لأن يعني كمجتمع احنا كسعوديين يعني شباب وبنات المتخصصين في التسويق في علم الاجتماع في الإحصاء والبيانات تحديدا، السوق جدا متعطش ونادر جدا وجود السعوديين المتمكنين في هذا الجانب، فبالتالي هي فرصة واعدة أنصح الجميع بالاستزادة منها بالتعلم في كورسات ترى أونلاين تقدمها جهات هنا يعني عن البيانات وغيرها، وفيها كورسات أونلاين أيضا بتكلفة بسيطة من جامعات عريقة في أمريكا مثل جامعة جورجيا I think، وهذا مطلب حتى عند أفراد دراسيين أنهم يخلصون اللايسنز اللي فيه مستويات مبتدية متوسطة ومتقدمة، كورسات مدتها سنة كاملة، وهذه مهمة صراحة لأن حرفيا ترى ما في ناس متخصصة في هذا المجال إلا نادر جدا، يعني أنا أقصد كسعوديين. فالفرصة كلها يعني قدامنا، بس يعني تنتظر الاستفادة منها لا من ناحية أصحاب الأعمال ولا الاستفادة من هذه الخدمات التي تسري وتساعد في نجاحهم سواء في أزمة أو ما في أزمة، ولا من ناحية الأفراد كمتخصصين من الشباب والبنات السعوديين. يعطيكم العافية، ونعتذر من الحضور اللي ما مدانا ندرك أسئلتهم، الوقت ضاق علينا. شكرا جزيلا لحضوركم وتفاعلكم، وشكرا لضيفنا الأستاذ وليد، وتذكروا بأن كلنا مسؤول، ونراكم من جديد إن شاء الله في لقاءات علم وبنار في الأسبوع القادم. شكرا لكم جميعا.